السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. موضوع خطير جدا ممكن نكون بنقع فيه وإحنا مش واخدين بالنا. مثلا نقرأ خبر عن فنان أو فنانة أو حادثة معينة أو بوست على فيسبوك مثلا، كل دول مثلا بيحكوا قصة معينة، وتلاقي الكلام طالع نازل واللت والعجن شغال، كلمة من هنا على كلمة من هنا، وتلاقي الموضوع قلب للأسف خوض في الأعراض. موضوع خطير جدا هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك يا شيخ احمد. الحمد لله، ربنا يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب العالمين. امين يا رب، استرنا سترا جميلا يا رب، الستر والصحه كده يا رب. شيخ احمد، احيانا بنتعرض لموقف زي كده ان احنا مثلا نكون موجودين في مكان وتلاقي القعده فجاه اتقلبت كلام على حد معين، بس يعني الواحد احيانا بيتضايق بس ما بيبقاش عارف هو ممكن يعمل ايه. الحمد لله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا، اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. من أعظم الأشياء أو الحرمات عند الله تبارك وتعالى اللي هي حرمة العرض، اللي هي الأعراض. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أولى اهتماما يا أستاذة دعاء بقضية الأعراض. يعني في موقف عظيم جدا لحجة الوداع، أكثر من 100,000 قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يوصي هذا الجمع الغفير ويوصي من بعده من الأمة إلى يوم القيامة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فشهد. القضية خطيرة جدا، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يقول لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، ما بيقول له: هل يكب الناس في النار على وجوه؟ قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. مش شرط الكلمة، مش شرط بس اللي أنا أتكلم، ممكن يكون كومنت تعليق مثلا واحد بيؤذي آخر أو يبدأ يتكلم في عرض إنسان أو يسب إنسان بطريقة التعليق، لو ما مسحوش خلي بالك إن التعليق ده هيشهد عليك يوم القيامة، وهيجي الإنسان ويقول له: يا رب أنا عاوز حقي من فلان ده الذي آذاني. فخلي بالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الناس ستدخل جهنم ويكب في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، كل ده بسبب إيه؟ بسبب الكلمة، بسبب حصائد ألسنته. ومن هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ جدا على قضية الأعراض ويحذر تحذيرا شديدا اللهجة عليه الصلاة والسلام، إن خلي بالكم إن أي حد هيتعرض للإنسان في عرضه أو بسوء هذا جزاؤه وعقابه عند الله عز وجل عظيم جدا. سيدنا عبد الله بن عمر فهم الكلام ده وبدأ يطوف حول الكعبة وقال: الله، إيه رأيك في الكعبة؟ وما رأيك في حرمة الكعبة؟ هل حد يقدر ممكن يجي كده على الكعبة أو يبدأ يهدم الكعبة أو ما إلى ذلك؟ أمر خطير جدا. ومع ذلك سيدنا عبد الله بن عمر يمر كده يقول: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. عشان كده كما في مسند الإمام أحمد حديث أبي هريرة أن امرأة ذكر يا رسول الله: فلانة، مالها دي؟ يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها وأنها تتصدق بكذا وكذا. امرأة عظيمة الشأن، العبادة حلوة جدا، ما شاء الله الظاهر الصلاح تصلي، أو واحد يكون ما شاء الله ملتزم في الجمعة والجماعات، راجل ظاهره الصلاح وعنده خشوع رهيب جدا ما شاء الله، ودايما فاتح المصحف تالي لكتاب الله تبارك وتعالى وصائم النهار وقائم الليل وحاجة زي الفل زي الفل، لكن في التعليقات أو تلاقيه جاره عمال يسب في جاره أو يشتم في ده أو يجيب في عرض دي أو يعمل مش عارف كذا أو يعمل كذا أو يعمل كذا، إيه ده؟ إيه ده؟ فبيقولوا النبي نفس الكلام: ظاهرها الصلاح يا رسول الله، امرأة كده نحس أنها من أهل الجنة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، لم يشفع لها ما عملت من أعمال صالح، قال النبي هي في النار صلى الله عليه وسلم. طب الست الثانية يا رسول الله يدوبك بتصلي، يدوبك الفرائض، يدوبك ممكن تجيب سنن المؤكدة، يدوبك ممكن تصوم رمضان بس بالعافية، وبتجيب والله بتتصدق بالقليل جدا يا رسول الله، لكن فيها ميزة واحدة بس، إن هي ست إيه؟ كل الناس بتحبها، عشان لسانها ده ما شاء الله مش يعني على طول تتكلم بيه ولا تؤذي جيرانها بلسانها يا رسول الله.
فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالجنة لهذه المرأة على أنها لا تؤذي جيرانها، فقال هي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده يعني اللسان هو ممكن يكون طريقنا للجنة أو أعوذ بالله إلى النار. للنار. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شكل ابن حميد رضي الله عنه إن هو بيقول له يا رسول الله، وده مهم جدا لكل الناس نحفظ ده، رايح بيقول له يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به. واحد راح لسيدنا النبي يقول له أنا عاوز حاجة أتعوذ بها يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، فبيقول لشكل رضي الله عنه قال فأخذ بكفي صلى الله عليه وسلم فقال قل، ده دعاء النبي بقى عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. تاني بقى بيقول له يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به، احنا محتاجين اللي احنا ندعي كتير بقى بالدعاء ده، فقال فأخذ بكفي وقال قل اللهم إني أعوذ بالترتيب اهو، اللهم إني أعوذ بك من شر إيه؟ سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر إيه؟ ومن شر مني. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال أن يسلم الناس من لسانك. سبحان الله. شيخ أحمد احنا عندنا تليفونات كتير مستنينا من أول حلقة، فنبدأ ناخد معانا أول تليفون. أسماء أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ربنا يبارك لك يا رب أنت والشيخ أحمد الملكي. بس والنبي معلش بس أنا عايزة تستحملوني نص دقيقة عشان السؤال ده مهم. بصي أنا بنت بنت بس نعلي صوتنا يا أسماء ممكن شوية. ماشي. انا بنت بموت ماشي، ويعني عايشه وبشتغل وابويا وامي توفوا، بس انا هما كانوا متجوزين بقالهم 50 سنه، فما كان بابايا مسافر وكده كان بيجي يفطر امي، بيجي في رمضان بيفطر وهو بيفطروا في رمضان ماشي، بحكم ان هما كانوا في الغربه قعدوا 50 سنه ما يصوموش، وفي الاخر كان بالمرض برضه. كام سنه ما يصوموش؟ 50 سنه ما بيصوموش خالص. اول ما اتجوزوا يعني. لا عشان ايه فرح. يعني كان هما بيقولوا ان السبب ايه؟ لا يعني مثلا كان بابا بيجي من اجازه من السفر في رمضان يقضيه مع ماما يعني ماشي. أيوة كل أيوة سنه أيوة أيوة. ماشي كل سنه يجي في رمضان. فبعدين ايه كانت هي بتضطر تفطر وهو يفطر مره في يعني كده ماشي. فالمشكله بقى على قبر بقى كمان المرض، هي ماتت بالمرض الكبد ومات ايه بمرض القلب ماشي. انا عايزه اعرف انا ممكن انا مش هقدر اصوم لهم، اول حاجه انا عايزه اشيل الدين ده من عليهم، هل انا وامكانياتي الماديه يعني على قدي لو قدرت مثلا اسد الدين بتاعهم؟ طب معلش انا عايزه اسالك سؤال، هما الاثنين توفوا خلاص صح؟ الله يرحمهم. هما الاثنين مثلا قبل ما يموتوا ما بقوش يستغفروا او ندموا او تابوا او حسوا ان هما كانوا غلطانين ازاي عملوا يعني كده، ولا الموضوع ده ما كانش فارق معاهم؟ ده لا كانوا هما عمرهم ما اذوا حد. لا انا بكلمك لا علشان انت بتسالي على موضوع الصيام، ان شاء الله ربنا يرحمهم يعني، بس انا بسالك على موضوع الصيام. هل اتكلموا في الموضوع ده او انت لاحظتي؟ مره سالتهم بيقولوا والله احنا كبرنا ما قادرين نصوم وربنا غفور رحيم وكده، ودايما كانوا يستغفروا وكده، بس المشكله انه يعني انا برضو مش مرتاح، انا عارفه ربنا غفور رحيم وممكن مرضهم غفر لهم، وهم عمرهم ما جابوا سيره حد، كانوا في حالهم ولا بيقيسوا حد خالص، بالعكس ده كانوا متسامحين وممكن بمعنى اصح متسامحين جدا ولا عمرهم اذوا حد. بس انا لو مثلا حبيت ان انا اسد عنهم الدين ده وانا امكانياتي مش قادره، احسبها ازاي؟ انا مش فاهمه يعني من 50 سنه اطلع لهم كام، ممكن بالقسط اطلعها لهم يعني، انا مش فاهمه والله يعني، وهل ربنا يغفر لهم ولا ايه؟ الله يبارك لكم بس يجاوبوني. ماشي. يعني لا شك ان الانسان الذي يقدم على الفطر في نهار رمضان قد ارتكب امرا كبيرا يعني كبيرا من الكبائر، امر محرم يعني. انا فهمت من سؤالها ان كان الفطر ده بسبب المعاشره الزوجيه، على هذا يعني فهمت. لو كان الامر كذلك وهي مش قادره يعني بنحاول بقدر الامكان، انا عندي شقين دلوقتي، ان هو الفطر بسبب المعاشره الزوجيه وفطر تاني بسبب الكبر والمرض، فما بقوش قادرين يصوموا بسبب اذا كان بسبب المرض وما الى ذلك، فده بتطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين. قد ايه بقى؟ شوفي يا ست الكل، تقريبا كيلو الا ربع دقيق، كيلو الا ربع دقيق، اقل نوع دقيق كيلو الا ربع دقيق، تاني اهو
كيلو بما يعوض بما يوازي يعني هو قالوا تقريبا 10 جنيه لا اقل كمان حالتها كمان اقل فحالتها ممكن اقل يعني هي ممكن تشوف كيلو لربع بكام وتضرب في عدد الايام اللي فطرت بسبب الايه اللي بسبب المرض وكده طلعت عن باباها ومامتها اما الشق الاولاني بسبب المعاشره الزوجيه فدي يعني كفرتها اطعامه 60 مسكينا يعني دي كفرتها اطعام 60 طب لو مش هتقدري خالص عليك بالصدقة بقى وعليك بالاستغفار وإن قدرت تعملي لكن عليك بالصدقة والاستغفار والمهم تصدقي عنهم كثيرا واستغفري الله تبارك وتعالى إن دين معلق في رقبتهما هذا دين معلق في رقبتهما ودين الله أحق بالوفاء نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة معنا أستاذ أحمد أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام اتفضل كل سنة حضرتك طيبة وأنت طيب أكرم فضيلة الشيخ أحمد اتفضل يا فندم تحت أمرك السلام عليكم السيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيب وبخير يا رب أنا سيدنا رمضان اللي فات زكاة الفطر طلعتها على كذا مرة على كذا مرة؟ يعني مش مرة مش مرة مش على كذا يوم ده أعيدها وأطلعها ثاني مرة واحدة ولا في رمضان يعني طلعتها في رمضان؟ نعم يا فندم مش أنت طلعتها في رمضان؟ طلعتها في رمضان بس على كذا مرة يا شيخنا ايوه يعني مثلا لو المبلغ مثلا 100 جنيه فانت طلعت 30 20 في 10 في 30 كده صح؟ مفيش مشكلة يا فندم خلاص المهم كنت طلعتها الحمد لله ينفع يعني طيب. ربنا يتقبل يعني تمام كده يا شيخنا؟ ربنا يتقبل يا رب طب هتستأذنك يا شيخنا من فضلك ربنا يخلف عليك انا سؤال بس مش عايز اقوله على الهواء عايز رقم حضرتك ترجع للكنترول ان شاء الله يعني ترجع للكنترول ان شاء الله شاكر فضلك يا سيدنا شاكر. الله يبارك فيك رحمه اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي ازيك يا استاذه دعاء ازيك يا حبيبتي اتفضلي انا بحبك قوي يا استاذه دعاء ربنا يكرمك يا حبيبه قلبي ممكن اكلم الشيخ اتفضلي يا فندم تحت امرك ازيك يا شيخ الله يحفظك يا رب ويكرمك لو سمحت والله يا شيخ انا كنت متجوزه وجوزي يعني بيعاملني معامله مش كويسه خالص ليه بيعاملك معامله مش كويسه يعني عشان موضوع الخلفة وكده ما إنه متجوزني وعارف إن أنا ما بنخلفش يعني هي الخلفة يعني هو عارف أنت يعني أنت كنت متزوجة قبل كده؟ وهو عارف يعني إن أنت ما بتخلفيش؟ وهو مخلف متجوز قبل كده؟ كان معاها كان متجوز وكان معاها بنت طيب ماشي طيب وعاوز إيه بقى؟ عايز إيه بقى؟ عاوز يعني بيتعامل معايا معاملة مش كويسة ما نعرفش يعني هو بيتعامل معي كده علشان خاطر يكرهني في العيشة ونسيب له البيت وكده وعرفت يعني بعد كده ان هو بيدور على الجواز وكده وعاوز يتجوز لا حول ولا قوة فين اهلك طيب اهلي محدش يعرف بالكلام دي يا شيخ لاني يعني انا مش متاكده بصراحه ربنا ان هو هيتجوز لا 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 حتى لو هو بيعاملك معامله مش كويسه يعني انا معلش انا اسف يعني هل هو مثلا بيشتمك هل هو بيضربك يا شيخ خصام على طول ما بيكلمكيش ابدا لاجل حاجه بيتلك كده علشان ما يكلمنيش طيب انت ما بتحاوليش تكلميه تقولي له ما بتحاوليش تقولي له انا ليا زوجه وفي حقوق وواجبات ما بيردش عليا وممكن لو هو قاعد معايا في البيت يسيبني وين طيب المهم حاضر. يا شيخ السؤال يعني بعد اذنك يعني ايه يعني هو دلوقتي يعني لو مشيت وطلبت الطلاق ومشيت وسبته انا عليا ذنب طب بس سؤال بس انا هطلع يعني هسالك سؤال هو بينفق عليك ولا لا يعني ما بيسيبليش ولا ملم في البيت طيب سؤال تاني معلش انا اسف هل هو بيعتاد مثلا ان هو يشتمك هل بيعتاد ان هو يضربك لا ما بيشتمنيش ولا بيضربني ولا بيشتمني تمام لكن اللي هو خلاص بيزهقك يعني ما بيكلمنيش وممكن اقعد 20 يوم ولا سلام عليكم ولا اي حاجه ومثلا لو قلت له انا تعبانه ولا كده يسيب لي فلوس على قد الكشف بس وما ما يسيبليش فلوس اكتر من كده لا حول ولا قوه الا بالله لو مثلا عاوزه عبايه ولا كده ما يدورش ان انا عايزه نشتري عبايه عايزه نشتري لبس ليه ما بيدورش على موضوع اللبس بتاعي خالص ايوه يعني هو ما بينفقش عليك اهو هو الاكل والشرب بس في البيت وخلاص لكن اللبس والكسوه والكلام ده ما فيش لا حول ولا قوه الا بالله حاضر يا شيخ لو مثلا يعني عرفت ان هو هيتجوز وسبت له البيت وطلبت الطلاق كده عليا ذنب طب انا انت عاوزاه ولا مش عاوزاه انا يا شيخ بس عشان خاطر انا كان عليا والله يعني ايه مش عاوزه نتطلق تاني لان انا اتطلقت قبل كده ويعني
والدتي تعبت بسبب موضوع الطلاق وكده. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. يعني والدتي دخلت في غيبوبة وكده، ما كنتش عايزة نتجوز تاني، بس هي دخلت في غيبوبة وكده اللي خلاني اتجوزت تاني. حاضر يا فندم، حاضر حاضر. أولا ربنا يسعدك يا رب ويسترك ويبارك فيك ويسعد قلبك ويكرمك إن شاء الله ويزيل الهم والكرب ده عنك يا رب العالمين. لا شك إن الزوج اللي بيعمل كده مع زوجته ده إنسان ظالم. أنا دايما أقول إنسان ظالم، إنسان الظالم لا يفلح، الظالم لا يهديه الله، الظالم له اللعنة يوم القيامة وله سوء الدار، ده الظالم. والمظلومة لما تيجي تدعي على الظالم الله يستجيب، مفيش حجاب. فتخيلي هو أخذها بكلمة الله واستحلها بأمانة الله عز وجل، أخذها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ثم مع ذلك يبقى فيه الخصام والهجر ده. لا ده حتى الهجر ده 3 أيام بس، وبعدين يعرض هذا ويعرض هذا، وخير من الذي يبدأ بالسلام. الزوجة اللي ما بينفقش عليها في قضية حتى الكسوة ويرميها كده، لا وهو متزوجة إن هي عارف إن هي ما بتخلفش وهي هتعمل إيه يعني. فإذا كان هو خلاص تستحيل معه العشرة، لا يفارق بالمعروف، يا إما يمسك بالمعروف أو يسرح بإحسان، ده كلام الله عز وجل. طب المرأة لو وقع عليها الضرر النفسي بالطريقة واستحالت عيش، أنا دايما أقول كده المرأة لازم يبقى ليها كبير، ما ينفعش اللي تتنازل 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 يا أستاذة دعاء، والراجل بقى إيه، ما هي ما بتحكيش لأهلها، أصل هي ملهاش كبير، أصل هو خاصة لو الراجل ده ما عندوش دين يعني ما عندوش رحمة، فبيبدأ بقى يتك أكتر. لا المرأة يبقى لها كبير، تبدأ تدخل أبوها تدخل أخوها تدخل أي حد، وبعدين لو استحالت عيشها خلاص يا جماعة يبقى نخرج بالمعروف زي ما دخلنا إيه بالمعروف. طب الضرر النفسي اللي وقع عليا وأنا مش قادرة خالص، هل ينفع أنا ممكن أطلب الطلاق ويبقى عليا ذنب؟ لا ما عليكيش ذنب، لأن ده ضرر، ومن حق المرأة إذا وقع عليها الضرر أن تطلب، لكن لازم تدخلي حد من أهلك الأول يمكن الحال يتعدل. نسأل الله الهداية لهم يا رب. ربنا يهدي يا رب. أسماء أهلا وسهلا. ألو. أيوه حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم، ازيك يا استاذه؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. كنت عايزه اكلم الشيخ احمد. اتفضلي يا فندم تحت امرك. حضرتك يا شيخ دلوقتي انا بتجيني، انا عندي 22 سنه. تمام، وطي بس التلفزيون رجاء. حاضر. عندي 22 سنه وبتجيني عرسان كتير. كويس. واحيانا بابا بيرفض، ماما بترفض وكده يعني. فلحد دلوقتي يعني انا بقول لنفسي ان هو الجواز نصيب وكده، الناس بتقول لي لا هو اختياره والحق اتجوزي هتقعدي ومش عارفه ايه والكلام ده كله. فانا كنت عايزه اعرف هل الجواز هو نصيب فعلا ولا اختيار ولا ايه؟ هو نصيب واختيار. اه. انا اوضح لحضرتك، بس ماما بترفض ليه؟ ايه؟ ماما بترفض ليه؟ والله ماما كانت عايزه ابن عمي. كانت عايزه ابن عمي وكانت بتقول انا مربيه وكده، فهي مش شايفه حد غيره بصراحه. وانت مش عاوزه ابن عمك؟ لا انا مش عايزه اي حد من عيال عمي. مش عايزه حد من العيله يعني، عايزه تتجوزي من من العيله تماما. انا اتقدمت لي ناس كتير من العيله بس انا رافضه ان اخد اي حد من العيله. ايوه طب يمكن هي شايفه ان انت بتعندي وما عندكيش سبب يعني. لا هي هو صح عشان ابن عمي يعني فعلا واحد متدين وكده وحلو يعني، فهي عشان كده بتقول مفيش غيره. حاضر. وانت مش عايزاه ليه؟ انا مش عايزاه عشان انا والناس دي كلها مربيه معاهم يعني، حاسه ان هم اخواتي. ايوه حاسه ان أيوة. هم اخواتك فمش قادره تت ايوه 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 ماشي. عشان كده لو سمحتي حضرتك انا هقول لحضرتك. حاضر اتفضلي حضرتك. كنت معلش عايزه رقمك الخاص يعني في حاجه كده كنت. طب ارجعي للكنترول ان شاء الله. انا بس عاوز اقول حاجه مهمه جدا في المسائل دي يا جماعه. امر الزواج له اختيار، له معايير معينه. من ضمن المعايير الاب يتدخل امتى؟ ده مش كفر، ده راجل ما عندوش دين، ده راجل مش عارف كذا، ده خلاص يبقى انا اتدخل. لكن واحد عنده دين والبنت قبلاه وعنده وهو كفء ليها، وبعد ذلك يبدا يعضل اللي هو يمنع البنت دي ان هي تتزوج، لا ده لا يجوز اصلا. وامر الزواج يكون من اختيار. هي بص قالت حاجه مهمه جدا، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول لم يرى للمتحابين مثل الزواج. خلاص بتقول لك اخواتي، فالعيش هتبقى ضنك بعد كده. والام اصلا انا مربيه يا ستي، ربيه وبراحتك وان شاء الله ربنا يكرمك بالتربيه دي وتاخدي حسنات وثواب ويوم القيامه ربنا ينفعك بيه، لكن ما تتدخليش بالصوره دي مع بنتك. هو الزواج اختيار ولا نصيب؟ اختيار ونصيب. ازاي؟ اذا قدر الله عز وجل والله قضى وقدر. والامر الثاني امرنا ان ناخذ بالاسباب وبالاختيار. اختار. مش بقى اللي يجي لي خلاص اتجوز وهو ده قدر وانتهي، مفيش كده في الدنيا. طبعا فيش كده في الدنيا. الست راحت للنبي وابوها جوزها غصب عنها فجابوا ايه ليه؟
طب نعمل ايه يا رسول الله؟ امرك خلاص ممكن تطلقي الان منه. لا يا رسول الله، بس عشان ايه؟ يعرفوا ان الامور دي ما بتجيش بالطريقه دي. ايوه خالص، خاصه امر الزواج يا استاذه دعاء. صح. ومن هنا القضيه ان الناس اللي بتجبر كده نقول لهم اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في بناتكم، والا هتبقى حياتها كئيبه بعد كده. طبعا. طيب احنا الفقره بتاعتنا خلصت. الشيخ احمد انا بشكرك جدا، ربنا يكرمك. الله يعزك يا رب ويسعدك، جزاك الله خير. الله يخليك. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.